وعند العاشرة ليلا وصل جثمان الشهيد الزميل علي شعبان إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث وضع في براد المستشفى بانتظار بدء مراسم التشييع غدا صباحا. وقد غص صرح المستشفى بالزملاء والأصدقاء والإعلاميين الذين حضروا لمواساة قناة الجديد وعائلة شعبان بالمصاب الأليم. وتنطلق مراسم التشييع غدا عند 6:30 صباحا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن تكون المحطة الأولى أمام قناة الجديد في حفل وداع للزميل شعبان عند 8:00، على أن ينقل فيما بعد إلى الضاحية ثم ميفدون حيث يوارى في الثرى. في حدا من الصليب الأحمر؟ فاتحة. ما في تسويق تليفون تطفي. طفي لنا يا حيدر.